طيب خلينا نروح لتمرينه الاهلي النهارده. اتفضل. يعني احنا خلاص برضو يعني عندنا عد تنازلي بدا لماتش سيمبا مهم جدا، عوده بعد غياب طويل طبعا الاهلي وحشنا، ومباراه مهمه ومباراه صعبه خارج الارض في تنزانيا مع فريق ليه احترام وتقدير كبير جدا في افريقيا في الوقت الحالي هو سيمبا. خلينا نروح لتمرينه الاهلي النهارده اشرف، نطمن من زميلنا محمد توفيق على عودة الأهلي للتدريب مرة تانية. كان عندنا راحة سلبية طويلة استمرت 6 أيام، الفرقة رجعت مرنت امبارح أول تمرين والنهاردة تاني تمرين، وزي ما قلت لكم يمكن كولر في اجتماعه كان مركز قوي على الناحية البدنية، تمرينات مكثفة. خليني أعرف أكتر تفاصيل من زميلنا محمد توفيق اللي موجود في النادي الأهلي في الجزيرة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن اشرف ممدوح نجم النادي الاهلي السابق وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك، عايز اطمن منك على تمرينه النهارده، وخصوصا انها يعني بينقص الاهلي عدد كبير جدا من اللاعبين سواء للمشاركات مع المنتخبات في الاجنده الدوليه او بسبب الاصابه. ملامح تمرينه النهارده ومستر كولر بيركز على ايه، وملامح التحضير لمباراه سيمبا عموما؟ يعني يعني في البدايه احمد يمكن زي ما انت ذكرت كان الفريق في راحه لمده 6 ايام، كان الفريق عدد للتدريبات منذ الامس، اتدرب على ملعب مختار التتش هنا بالجزيره، والنهارده تاني تدريباته بعد العوده من الراحه السلبيه. يمكن التمرين ابتدى فيه تمام السادسه مساء، ابتدى التمرين ببعض الفقرات البدنيه، الجري حوالين الملعب وبعض الاطالات في الملعب، بعد كده مستر مارسيل كولر يمكن دخل هو واللاعبين والجهاز الفني كلهم للجيم الخاص باللاعبين هنا داخل ملعب مختار التتش بالجزيره لاداء بعض التمرينات الاخرى في الجيم، وبعد كده هيستكمل مرانه على ارض الملعب في هذه اللحظات اللي انا بكلمك فيها حالا. يمكن بطمنك بقى الحمد لله ديانج موجود في التدريبات، حضرتك كنت بتتكلم يعني عن اللاعبين الغايبين للمشاركات الدوليه، الحمد لله ديانج موجود في تدريب اليوم، وبيرسي تاو طبعا موجود منذ الامس، مودس طبعا موجود، ضو كريستو لعدم استدعائهم لمنتخباتهم المختلفه، ولكن بطمنك ان يعني بيرسي تاو واليو ديانج موجودين في التدريبات بشكل طبيعي جدا. طبعا النهارده يمكن مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف اللي موجودين في تدريبات الحراس بجانب حارسين من الناشئين يعني عمر كامل وطارق حسن، دول من مواليد 2006 موجودين هنا بياخدوا برده خبرات مع مستر ميشيل يانكون. كان عايز بقى اطمنك واطمن كل جمهور النادي الاهلي، عمرو السليه، محمود متولي شغالين خلاص في المراحل النهائيه من برنامجهم الاستشفائي والتاهيلي. كمان عاوز اطمنك ان صلاح محسن، كريم ندفد، رامي ربيعه موجودين في التدريبات الجماعيه منذ الامس، كمان يمكن ادوا المران الجماعي مع بقيه الفريق بالامس وكمان موجودين في تدريب اليوم. كريم فؤاد بدا الجري حوالين الملعب كمان، ويعني بطمنك عليهم ان هم ان شاء الله يكونوا موجودين في اقرب فرصه مع الجهاز الفني وتحت امره فنيا. كمان من الحاجات اللي موجوده في التدريبات المهمه النهارده ان كابتن خالد بيبو بدور الكره بالنادي الاهلي ان شاء الله هيسبق الفريق غدا باذن الله في 11 مساء، هيسافر لتنزانيا لي يعني انهاء كل التجهيزات المرتبطه ب اماكن الاقامه والتدريبات وكل الحاجات المتعلقه بسفريه النادي الاهلي باذن الله مع في اول مبارياته في الدوري الافريقي امام سيمبا التنزاني يوم الجمعه المقبل باذن الله. كابتن خالد بيبو هيسبق البعثه باذن الله غدا لانهاء كل هذه الاجراءات، وان شاء الله تلحق به البعثه في اليوم التالي باذن الله رب العالمين. طيب عظيم، يعني شايفين اللقطات من التمرينات اهي، والاهلي بدا الاستعداد بالفعل لمواجهه سيمبا. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق، دي كانت اخبار تمرينه النادي الاهلي النهارده.